بقالي 10 سنين بكتب على الإعلانات ولا يوم حسيت فيه بنفسي. 10 سنين بكتب زي ما هم عايزين، مفيش يوم كتبت اللي أنا عايزه. بكتب عشان أرضي رئيس التحرير، عشان الجريدة تكسب، ومش مهم حتى لو أخسر نفسي. عمري ما حسيت بحرف واحد من اللي كتبته. مالها الإعلانات؟ ما هي اللي معيشاك. بتأنزح ليه؟ ومين اللي بيشتغل الشغل اللي هو عايزه؟ أنا مش برفض الشغل، بس لو الواحد يشتغل الشغل اللي هو عايزها، انت عارف انتاجه هيبقى احسن قد ايه؟ اقدر اعرف انت عايز تعمل ايه؟ عايز اكتب عن ملايين الناس دول، احزانهم وافراحهم، مشاكلهم واحلامهم. عايز اعمل روبورتاجات مش اعلانات. عايز الناس تحس ان في حد عايش معاهم، بيحس بيهم وبيدافع عنهم. عايز اطرق الناحيه الجديه في الحياه. يا صباح الفل، صباح الرضا. هتفطروا جاي على الحساب. اتفضل يا استاذ، مجموعه اتجنن. على فكره مدير الاعلانات طاير بيهم السما، مش طايقهم غير كلمتين من كلامك لزياد الماظ. طب استأذن انا بقى اروح لشغلي. مع السلامة. مع السلامة. دش يا اخويا دش. ادش. يبقى موضوع اعلاني ما حصلش. ناخد فيه قرشين محترمين. عارف قرشين يعني ايه؟ فلوس. ده انا نسيت شكل الفلوس. ديك النهار واحد وقع منه قرش، قلت له اتفضل الزرار اللي وقع منك. ونصرف القرشين ونستنى موضوع اعلاني جديد، مش كده؟ طبعا. امال قصدك ايه؟ مصطفى، انا قررت اسيب الاعلانات. احسن فكره يا راجل. اعلانات ايه وبتاع ايه؟ نسيب الاعلانات؟ ايوه. وهنعيش منين يا استاذ؟ ايه؟ اجري ورا القرش عشان ما تفتقرش. انت بتقول كده عشان عازم وقاعد هنا في الاوتيل ومش عامل غير هم نفسك، لكن لو انت زي صاحب عيال ما تقولهاش. يا استاذ احنا يستحيل نبطل شغل. احنا مش هنبطل شغل، احنا هننزل للناس دول نكتب عنهم ونحس بيهم. نكتب عن مين؟ ومين قال لك انهم عايزينك تكتب عنهم؟ ايه يا اخي، ما هم في حالهم ماشيين في امان الله. هم سيبهم في حالهم وخلينا احنا نشوف شغلنا يا استاذ. ثم لو كتبت عنهم هتكتب عن ايه؟ القاهره فيها 7 مليون، كل واحد من دول له حكايه. فيك يا بنتي، يلزم خدمة؟ أنا عايزة أروح لخالته معاي، أصلاً غريبة ومش من البلد وخايفة توه. هي ساكنة فين؟ العنوان أهو. شاي. تسلم إيد. هي ساكنة في القلعة. أنت جاية من إيه؟ من الترليه، مركز ميني الأمن، مديرية الشرقية. وين؟ أنا من بلد جنب سوهاج. وإيه اللي جابك هنا يا بنتي؟ القشرة ماك على المار. أنا جاية أدور على شغل. شغل؟ إيه؟ لازم أدور على لقمة عيش. أصل أمي عيانة في البلد، وجاية هنا أجري على رزقي ورزقها عشان عليك. أصلها ما حداهاش غير. وجاية تدوري على رزقك وسط كل الخلق ده؟ أنا أقدر أشتغل أي شغلانة آكل منها عيش. أنا برضه عملت زيك كده من 30 سنة. جيت من بلدنا عشان أدور على أي شغلانة آكل منها عيش. وبقالي 30 سنة ما خرجتش من سور المحطة ده، وفضلت قاعد أعمل شاي عشان أقدر آكل لقمتي. ياه، 30 سنة؟ ليه يا برحان؟ إيه اللي جبرك على كده؟ مش بإيدي يا بنتي. أنا يوم ما جيت من بلدنا كنت عاوز ألاقي شغلانة ألم منها قرشين وأرجع. أول ما وصلت هنا
اتوهمت من كتر الخال والزحمة والترميات والتربلات وكل اللي قابلني بقى عايز يبيع ويشتري فيه. انت بتخوفني يا برحان. حتى القرشين اللي كنت جاي اشارك بيهم حد في اي شغلانة اتشالوا مني في الترميات. يا لهوي عملت ايه بعد كده؟ عشت منين؟ لما بقيت على باب الله مرة واحدة لقيت البلد زي ما تكون فضيت قدامي، مفيش فيها غير، كنت فاكر نفسي غريب، لقيت كل الناس غربة عن بعض، كل واحد بيجري في طريقه، مش حاسس بغيره، مش زي عندنا، كل الناس بتعرف بعض وتود بعض، اشربي يا بنتي اشربي. وما رجعتش لبلدكم ما دام ما لقيتش رزقك هنا؟ ارجع ازاي؟ واهل بلدنا بعد ما شافوني وانا سايبهم ملان عشم وصحة وبقول لهم هرجع لكم متريش. انت ساب انت ساب تشوفوا دي راجع وانا شايل خيبتي على كتفي، ما قدرتش ارجع لهم مع انهم وحشوني قوي قوي. ومن يوميه ما شفتش حد من اهلك؟ اشوفهم بعيني وش، ده انا لو لمحت حد من بلدنا نازل المحطة بزور وشي عشان ما يشوفنيش. انت بتزود خوفي يا ابو الحاج. قال جبتك يا عبد المعين تعني. فكري كويس يا بنتي وانت بتعدي السور ده. انا لازم الاقي شغلانه هنا، لازم ادور، اعمل معروف بس قولي اروح القلعه منين لنوبك سواه. ذنبك على جنبك، خد الترمايه اللي بيروح القلعه وانزلي هناك وسالي. احسبهم زي ما انت عايزه وبيخصمهم الحساب. وين رنك امير يا اخويا؟ حطهم جوا في الاوضه. حاضر. تيجي يا محمد بقى عشان نحسب الحسبه. الله خليلك اهو. شوف يا سيدي 16 و24 يبقوا ايه؟ 16 و24 40 مظبوط. تاخد 10000 فعلا مظبوط. يبقى ايه 30000؟ 60 فعلا. خلاص استبينا يا عم. استبينا. يا اخويا ما تفصل لك جلابيه تانيه بدل ما كل يوم اغسل لك الجلابيه اللي ما حلتكش غيرها دي. كل فلوسك بس رايحه على البوزه ورق اليانصيب. مين قال لك اغسليها؟ امال اسيبها لك وسخه كده؟ ما هي بكره هتتوسخ تاني. ما تعملي لك هم يا بنت يا زوبه، ايه الحكايه دي؟ ما انا بشتغل اهو، يعني شايفاني قاعده فاضيه؟ اوعى ايدك يا واد. فين الفلوس يا عبده؟ ما قلنا بكره. كل يوم تقول لي بكره بكره. ده انت بقى عليك شهرين. الله، اشمعنى اسم محمد؟ هو انت مفيش في بقك غير هات هات؟ يا اخويا مفيش مره تقولي لي خد يا عبده؟ هو ده بس اللي بناخده منك؟ يعني ايه؟ مش ناوي تدفع اللي عليك؟ الله، ما قلنا بكره بقى. دستور يا اهل البيت. العوام، هي خالته ام علي ساكنه هيني؟ انا ام علي. انت مين يا شابه؟ انا فتحيه خالته ام علي، مش عارفاني. فتحيه؟ فتحيه مين يا بنتي؟ فتحيه بنت ابو اسماعيل من التلين، مركز من يلقان. اياكش بنت زينب، بنت عم اسماعيل الغفير. ايوه. اتفضلي يا بنتي، اهلا وسهلا. بسم الله ما شاء الله. والله وكبرتي يا تضحيه، ده انا اخر مره شفتك فيها كنت عيله صغيره قد كده. وعرفتي تيجي لوحدك؟ والنبي انك شاطره. شاطره ايه؟ داني من ساعه الظهريه وانا بلف على كعابي، وكل ما اسال حد يوصف لي العنوان شغل، والاخر ركبت القطر اللي بيسموه الترمات. هاتي عنك يا خاله هات. وهي دي تيجي زحمه ايدي؟ وايه يا خاله الراجل اللي ماسك صفاره زي العيال وبيسفر بيها عمال على بطال، وكل ما السواق يجي يمشي يقوم معاكسه ويسفر الراجل يا حبه عيني يقف. بالزنا مش مكسوف من نفسه،
لما يبقى راجل طويل عريض ويلعب بالصفارة. والآخر جيت أنزل السواق مش أقول له يا عم نزلني، يقول لي الصفارة ضربت. بس يا ستي ما طولش عليكي، فين وفين لحد ما وقف ورحت نازلة جار، ورجعت مشوار جامد لحد ما دلوني على أنواق. آخ يا عيني يا رجلي. آخ الخير دي فتحية بنت أبو إسماعيل جيراننا في البلد وعز الحبايب، ما حدش غريب، ده عمك سيد. تعال. أهلا بيك يا بنتي. أهلا. ودي زوبة. أهلا يا زوبة. أهلا بيك. وأنا بقى اسمي نغلول. مرحب يا سيدة نغلول. وده سي محمد. أهلا. وده سي عبدو. يا مرحب. تعالي. مرحبتين. تعالي يا بنتي استريح. ها وازاي أبوكي دلوقتي؟ أبويا تعيش أنتي. ألف رحمة تنزل عليه. وأمك عاملة إيه؟ العاية بعيد عنك زاد عليها بعد المرحوم. أنا عليك يا أم فتحية، قلبي عندك. شهلي الأكل أمال يا زوبة عشان نتعشى سوا. ما تتعبيش روحي. أنا جايبالك معايا زيارة كده على ما أوصم. فضلة خيرك. والله وحشنا خير البلد. وحشت البتاو. دي حاجة بسيطة خالص. شوية بتاو على كم حتة جبنة قريش على حبتين برتقان يستاهلوا بقكم. قومي يا بنتي يا زوبة هاتي الطبلية. قومي انت يا والا. احكي لي وبعدين. قولي ولا ايه؟ ايه ده كله؟ نورت السطوح. ما تبطل النهارده يا والا. هات هات. يلا يا سي محمد، يلا يا سي عبدو، يلا اتفضلوا يا جماعة. اتفضلوا يا سي السيد. اتفضلوا اتفضلوا. يلا يا زوبة. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هادي العريش. بتوسع يا أخي. اتفضل يا أستاذ. الله حسن. اصحى فوق يا أستاذ. اصحى فوق. شوف أنا جبت لك إيه. إيه في إيه؟ اتفضل. 20 جنيه لسه سخنين طالعين من الخزنه. هو ده الشغل. مش تقول لي قضيه تبناها يا اخي؟ جاك قضيه. يلا بقى عشان تلحق تغير هدومك ونروح الحفله. حفله؟ حفله ايه حسن؟ ايه الحكايه؟ انت مش قابلت مدير الاعلانات وقال لك تغطي اخبار حفل جمعيه الطفل السعيد؟ نسيت يا اخي. فيها حاجه دي؟ طبعا فيها نص، فيها مبلغ زيده. مش عاجبك هات واخده. حاضر، انا هروح معاك، بس مش عشان الاعلانات والدعاء على الحفله وملك هانم والكلام الفارغ ده. لا، انا هروح عشان اتفرج على الناس دي، واكيد هلاقي اكتر من موضوع عن الحفله دي اتكلم عنه. المهم عندي انك تيجي معايا وابقى اتفرج وفكر زي ما انت عايز. بقى بدل ما نصرف عمل يهم الناس نصر نعمل دعايه لملك هانم وادهم بيه. يا اخي ايه مش عاجبك ادهم بيه؟ ده رئيس اتحاد اليراصين بحاله. وبعدين يا خالة أم علي، بعد المرحوم أبويا ما مات، شاور على أمي في البلد تبعتني عندك تدوري لي على شغل. هو الشغل هنا بالسهل؟ في البلد بيقولوا مصر أم الدنيا. الصيت ولا الغنى؟ يا ما تقفلهاش في وش البنية أمار. طب قولي أنت تشتغل يا فالحة. يا ريت كان ينفع تشتغل معايا. ما تخافش علي، أنا أقدر أعمل كل حاجة. إلا يا بنتي، ده أنا أرباجي كارو. أنا والحمار من صباحية ربنا رايحين جايين شايلين حمول الناس. اسمع فتحية. أنت بتعرفي ولا مؤاخذة يعني تطبخي؟ أمال. وتمسحي وتكنسي؟ داني لهلوبة في شغل البيت. خلاص، من بكرة الصبح بإذن الله أخدك على المعلم حسن المخدمات. أكلمه يشوف لك شغل حلو. لا يا أخويا، البناية مش حمل الشغل في البيوت. لا يا خالة أم علي، أنا مستعدة أعمل أي حاجة عشان أوكل أمي. أنت يا بنتي ما تعرفيش الخدمة في البيوت. مش أحسن ما تشتغل غسالة؟ الله، ومالها الغسالة يا سي عبدو؟ بروح البيت من دول يحطوا لي الغسيل ومالهمش دعوة بيا. أغسل أنا على كيفي وأخلص شغلي وقت ما يعجبني، ومحدش يقول لي تلت التلاتة كام. يا شيخة بص لإيديكي. مالهم ايديا بقى؟ شوفي جلدها تارى ازاي من البطاس والصابون. ايش اوعى كده؟ انا قصدي يعني الواحد يدور على شغله حنينه ومستريحه ومضمونه.
اسم الله على شغلتك انت طول النهار رايح جاي شايل ورق اليانصيب البريمو صاحب الليله واحد يشتري ومية لا يا اخويا بص رجلك المشققه بص هو انا نيت شغل غيرها وقلت لا يا شيخ روح ساكت ليه يا محمد ما تتكلم يا حكيم زمانك لو لفيت الدنيا يا جماعه مش هتلاقوا حد مستريح في شغله كل واحد تعبان في شغلته صح البني ادم كده عمر ما يملى عينه الا التراب ارسلكوا على بر بقى والله بقى انا قلت لكم على الشغله البريم قول انت بقى مش عامل لي ابو العريف ولا انا لو سالتوني رايي اقول تنزل تجري على العيشه مع الواد عبده والواد محمد تبيع نصيب ليه لا لا وانا ما عنديش مانع وهي تعرف تمشي في الشارع وسط الزحمه وتبيع طب ما انا اعلمها يا واد بطل لماض اما الكبار يتكلموا انت تسكت خالص تتعلم يا سيدي البني ادم مننا بيتولد ما يعرفش ايها حاجه الاول بيحبي ويتكلم ويوقف ويمشي ويتكلم ايه قلتوا ايه اللي تشوفوه خلاص من بكره ان شاء الله ننزل نسرح سوا ورزقنا على الله يلا يا اختي يلا يلا عشان ننام ايوه يا جماعه عشان نقوم بدري تصبحوا على خير وانت من اهل مش عايز حد غريب يدخل هنا ليلة انزلوا شوفوا نفسكم حاضر راضي ده ايوه اهو هناك هو ومراته كمان انا ما كنتش عارف انه متجوز خدي تفرق ايه ممكن تفرق كتير اهلا وسهلا اهلا تمام مساء الخير اهلا ادهم بيه مراتي انا جبتها بعد اذنك ما رضيتش تسيبني اجي لوحدي اعمل ايه اهلا يا فندم اسمك ايه سهيرة الله حد يبقى عنده ست جميله بالشكل ده ويسيبها في البيت ويجي بارتي لوحده ندوه اهلا اهلا وسهلا اهلا يا فندم سيادتك كنت عايز تكلم حسن السحر ايوه هو فين موجود هناك اهو عن اذنك اتفضل Bonsoir tout le monde. Bonsoir. اهلا استاذ حسن. اهلا يا فندم. ما وصلتش على الصور. عايزك تعمل موضوع هايل عن الحفله. حاضر يا ادهم بيه. كنا بنقول فيه بقى. انا بفكر انك تسيب الجريده وتيجي تشتغل مدير الدعايه عندنا. متشكر قوي يا فندم. الحقيقه انا مرتبط بالجريده اللي انا فيها. لا اصيل برافو وما في المصور بتاعك زمانه جاي يا فندم اصله نسي الكاميرا بتاعته كالعاده فراح يجيبها من العربيه عشان عايزك تغطي الحفله دي كلها بالصور ها حاضر يا فندم انا اسمك زي ما قلت لك اهم حاجه انك تشعر باحترامك لنفسك دايما بتحلو المدام انت اللي احلى اوعى تكون بتغير على كيفك يا دمبي عزيز كلم بيت ملك هاني نشوف هنزل ولا لسه حاضر يا فندم اهلا اهلا ادهم بيه اهلا اهلا مين الشابه الحلوه دي اللي واقفه معاك بنتك صفيه حسين اخصائيه اجتماعيه في جمعيه الطفل السعيد انا اشوف حضرتك لما بتيجي عند ملك هاني على كده بقى انا راجل مشهور طبعا يا فندم مر على العالم بيقولوا عليا محظوظ لكن مش ممكن اكون كده ليه كان لازم اكون اتعرفت عليكي قبل كده من زمان. اقدم لك مدام نجوى زميلتي في الاتحاد. صفيه هاني المديره في الجمعيه. العفو يا فندم ده انا حته موظفه قد كده. ما تفرقش كتير. انت ما خدتيش حاجه من البوفيه. لا اتفضلي. اتفضلي يا استاذ حكيم. متشكر. الاستاذ حسن الصح. اهلا الانسه صفيه مشرفه اجتماعيه في الجمعيه اهلا وسهلا اتفضلي ابقى صورها في الريبورتاج حاضر خلي بالك منها
ها؟ حاضر يا فندم، اتفضلي. استاذ حكيم اتفضل. متشكر حضرتك، تقدير. وصيفة ملك هانم قالت انها خرجت من 10 دقايق. كويس، يبقى قدامها كمان 5 دقايق وتوصل. سعادة المدير هو اللي اتأخر. خد بالك أول ما يوصل أنا عايز نستقبله على الباب. حاضر. على فكرة أنا خدت تليفون شهير وهكلمه بكرة الصبح. برافو، منتهى الذكاء. وكمان إيه؟ بعدين نتكلم في الموضوع ده. سعادة المدير وصل. اهلا يا فندم. سعاده المدير، انا كنت حاطط ايدي على قلبي. ليه يا ادهم بيه؟ احسن الهاني ما تجيش معاك. ما تصوريش يا فندم انا سعيد قد ايه. ميرسي يا ادهم بيه. اتفضل. اتفضل. اهلا. اتفضل. أرجوك يا مدام، خدي بالك قوي من سعادة بيه عشان ده راعي الخير في مصر. متشكر يا أدهم بيه. ملك هانم وصلت. عن إذنكم. أهلا ملك هانم. أهلا، اتفضلي يا مدام. اتفضلي. بونسوار مدام. بونسوار أدهم بي. تفضلي تفضلي. ما شاء الله الله، الحفلة تشوف. كل مرة أشوفك شخصية جديدة. سيداتي سادتي، يسعدني أن أقدم لكم سيدة الخير العظيمة، الأم الحنونة لكل الأطفال المحرومين من الحنان، القلب الكبير ملك هانم. أنا مش عايزة أطول عليكم، بس يمكن أنا ما عنديش أطفال. قدمت كل حبي وقلبي لأطفال جمعية الطفل السعيد. أنا مش بنام بالليل من مشغوليتي عليهم، عشان كده سافرت اوروبا مخصوص 3 أشهر بس عشان اجيب لهم اير كونديشنينج لاوض النوم، وتلاجات عشان يشربوا حاجات ساقعه في الصيف، والمطبخ هيبقى اوتوماتيك. بس يا خساره ما كانش في وقت عشان اشوف جمعيات رعايه الطفل والنظم الحديثه عندهم في اوروبا. أنا سعيدة جدا بلقائي معاكم الليلة، واعتبروني بشكركم واحد واحد. بونسوار. 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 مشيت عبد الله. انشانتي. ما افتكرش ان احنا تقابلنا قبل كده. فعلا. تسمحي لي بالرأس دي؟ انت عسير تعبانة شوية. فين الأمورة اللي عرفتيني بيها دلوقتي؟ معرفش، هي مشيت كده. شايفك بعيد عن الحفلة، ايه السبب؟ هو لازم يكون في سبب، ما انت كمان مش معاه. لاني حاسس بالغربة. ياه، مع وجود كل الناس دول. الناس دول بالذات تحس وصوهم بالغربة.